السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة إنفينيتي لين أكاديمي معكم محمود حنفي القسمة القسمة من الدروس المهمة جدا عند الطلاب وكتير من الطلاب ما بيقدروش يأدوها بشكل كويس ودلوقتي إحنا هنعمل القسمة ممكن يكون بشكل مناسب لبعض الطلاب وتعالوا نشوف طريقة القسمة الجديدة اللي هنحل بيها والنهاردة أنا جايب لكم طريقة القسمة بالطرح المتكرر تعالوا نقرأ السؤال ونشوف هنحله ازاي باستخدام هذه الطريقة الجديدة السؤال بيقول مع ناصر 104 لاصقات وتوجد ثمان صفحات في ألبوم اللاصقات ويضع حامد نفس عدد اللاصقات على كل صفحة كم عدد اللاصقات التي يضعها ناصر على كل صفحه طبعا انت لاحظت من السؤال هنا ان انا عندي 104 من اللاصقات اريد توزيعهم على 8 صفحات ده المطلوب ان ال 104 دول عايز اوزعهم على 8 صفحات فبالتالي انا هنا هعمل عمليه قسمه هقسم 104 قسمة 8 طيب أقسمها ازاي؟ النهارده هنستخدم القسمة بالطرح المتكرر بالطرح المتكرر طبعا انتوا عندكم طرق كتير جدا زي خط الأعداد والقسمة المطولة والقسمة المختصرة ودي هتلاقوها في فيديو أنا شرحت فيه كل أنواع القسمة هيظهر لكم علامة للفيديو هنا فوق تقدر تتابع طرق القسمة المختلفة لو انت حابب تتعرف على طرق اخرى طيب تعالوا نشوف القسمة بالطرح المتكرر هتكون ازاي اول شيء لازم تكون عارف مضاعفات الثمانية مضاعفات الثمانية لو جينا نكتبها هنا ثمانية وبعدين ستاشر نزود ثمانية كمان تكون اربعة وعشرين نزود ثمانية تكون اتنين وتلاتين ونزود ثمانية تكون اربعين هنزود 8 تكون 48 وكمان 8 56 وكمان 8 64 وبعدين 8 كمان 72 وفي الاخر 8 نوصل لحد المضاعف العاشر وكفايه نزود كل مره 8 طيب المضاعفات دي هتفيدني في ايه تعالوا نشوف هتفيدنا في ايه انا دلوقتي هستخدم طريقه الطرح المتكرر ال 104 هطرح منها يا اما 8 يا اما مضاعفات ال 8 طيب عشان يكون الطرح سريع لازم اطرح مضاعف يكون كبير ويكون قريب من الميه واربعه طيب مين المضاعف ده هتلاقوا التمانين شايفين التمانين يبقى التمانين ده مضاعف مناسب يبقى انا هطرح تمانين طيب يلا نطرح اربعه ناقص صفر اربعه عشره ناقص تمنيه اتنين كده انا طرحت اول مضاعف اللي هو التمانين طيب ال 24 عايزين نطرح منها برضو احد المضاعفات طيب لاحظ المضاعفات 8 16 24 اه لقينا ال 24 موجوده يبقى ممكن اطرح 24 طب لو ما لقيتش ال 24 موجوده اختار اقرب مضاعف ليها ويكون اصغر منها ما يكونش اكبر منها عشان نقدر نطرح طيب 4 ناقص 4 صفر و2 ناقص 2 صفر كده المساله انتهت طيب انا كده طرحت فين الاجابه تعالوا نشوف الاجابه فين ال 80 دي هي المضاعف العاشر لو انت عديت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هي المضاعف العاشر وكمان عرفنا منين؟ لأن ال 80 هي عبارة عن 8 ضرب 10 يعني متكررة 10 مرات. طيب وال 24 هي المضاعف الثالث 1 2 3 يعني هي أصلاً كانت 8 ضرب 3 ب 24 يبقى هنا نقدر نقول عليها المضاعف الثالث. يبقى الإجابة هي هتكون عشرة زائد ثلاثة يبقى الإجابة هتكون 13 طب والباقي كام الباقي هنا صفار. يعني ما في باقي يعني في الحالة دي المية واربعة قسم الثمانية بتساوي 13 يعني كل صفحة هنضع فيها 13 لاصقة بالضبط طيب تعالوا نشوف مثال آخر على موضوع القسمة بالطرح المتكرر السؤال الثاني بيقول تباع الشتلات في حاويات كل حاوية بها 12 شتلة تحتاج فاطمة إلى 160 شتلة لحديقتها كم عدد الحاويات التي يجب أن تشتريها فاطمة طيب يبقى أنا برضو ال 160 هقسمها على 12 عشان أعرف عدد الحاويات يبقى 160

وآخر حاجة مية وعشرين يبقى احنا كده جبنا مين جبنا مضاعفات العدد اتناشر كل مرة بنزود اتناشر تمام يلا بينا نشوف المية وستين هنطرح منها كام مين اقرب مضاعف هنا اقرب مضاعف اللي هو المية وعشرين يبقى نطرح منها مية وعشرين صفر ناقص صفر صفر ستة ناقص اتنين اربعة واحد ناقص واحد صفر اربعين مين اقرب مضاعف للاربعين؟ لاحظ كده معايا اه 36 سمعت الطالب بيقول 36 فعلا هل ينفع ناخد ال48 لا لان ال48 اكبر من ال40 لازم يكون المضاعف اصغر منها يعني 36 يلا نطرح 40 36 0 6 ما ينفع نستلف دي تكون 3 ودي تكون 10 10 6 4 3 3 0 يبقى 4 طيب هل أربعة دي ينفع أطرح منها مضاعف من مضاعفات ال 12 طبعا لا لأن أقل مضاعف هنا هو ال 12 نفسه طبعا ما ينفع نطرح يعني ده باقي يبقى ده إيه الباقي طيب تعالوا نشوف أنا طرحت كم مرة الـ 120 يعني المضاعف العاشر اللي هي 12 في 10 الستة 36 هي المضاعف الثالث تمام يبقى انا كده 13 الاجابه برضو ولكن والباقي اربعه يعني هيتبقى معايا اربعه طيب انا كده عرفت ان الباقي اربعه حلو هو بيقول لي كم عدد الحاويات التي يجب ان تشتريها فاطمه فاطمه لو اشترت 13 حاويه هل هيكون كده اشترت كل الشتلات طبعا لا ليه لانه هيتبقى اربعه لسه ما اشترتهمش فيبقى هي محتاجه طبعا هي محتاجه 160 شتله يبقى لازم تشتري حاويه زياده عشان تقدر تكمل العدد اللي هي محتاجاه لانه مش هينفع تجاهل الاربع شتلات لان هي محتاجاهم يبقى بالتالي هيكون عدد الحاويات 14 حاويه والسبب لان هي عندها 13 حاويه كاملات ولكن الباقي اربعه يبقى محتاجه تشتري الاربعه وعشان تشتريهم هتضطر تشتري حاويه زياده يبقى كده 14 حاويه. طب لو هو كان سالني في السؤال وقال لي كم عدد الحاويات الممتلئه او المكتمله؟ فيبقى عدد الحاويات المكتمله هم 13 حاويه لان الحاويه فيها 12 شتله بالظبط. يبقى هيتبقى معايا اربعه ودي الحاويه الاخيره والحاويه الاخيره في الحاله دي لن تكون ممتلئه. طيب هنا لو هي اشترت حاويه زياده اكيد هيكون معاها عدد من الحاويات هيكون عدد من الشتلات اكثر من المطلوب صح ولا لا؟ نعم. طيب الحاويه الاخيره اللي هي اختارتها فيها 12 شتله هي محتاجه بس منهم اربعه يبقى هيتبقي منهم كام؟ ثمانيه يعني الثمانيه دول زائدات هي مش محتاجاهم ولكن هي اشترت حاويه زياده عشان تكمل العدد. يبقى فهمنا الباقي هنا انا اتصرفت معاه ازاي؟ اتصرفت معاه لان انا محتاج اكمل ال160 شتله فمحتاج اشتري حاويه زياده عشان اكمل الاربعه الباقيات بكده يبقى احنا خلصنا طريقه الشرح المتكرر واهم حاجه في طريقه الشرح المتكرر ان انت تطرح المضاعفات ولو كان الرقم كبير جدا ممكن اطرح مثلا لو كان انا بقسم على 12 ممكن مثلا اطرح 120 لو كان الرقم اكبر من كده في الالافات ممكن اطرح 1200 بيكون اسرع معايا تمام ارجو ان يكون الفيديو نال اعجابكم وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته